ونبدأ نشرتنا الرياضية بالدوري المصري وفريق بلدية المحلة اللي حقق الفوز على المقاولين العرب بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم باستاد غزل المحلة ضمن الجولة 18 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. بالنتيجة دي فريق بلدية المحلة بقى في المركز 13 بجدول الترتيب وبرصيد 19 نقطة، ورصيد المقاولين العرب عند النقطة 12 في المركز قبل الأخير. وحسام أشرف مهاجم فريق بلدية المحلة حصد على جائزة رجل مباراة فريقه أمام المقاولين العرب، وده بعد اختيار رابطة الأندية المصرية المحترفة، وده لتألقه في المباراة وتسجيل هدف لفريقه والمساهمة في الفوز بالثلاث نقط. كمان فريق الكرة بالنادي الأهلي خاض آخر تدريباته بالكونغو، وده استعدادا لمواجهة مازيمبي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا. عقد كولر المدير الفني للفريق محاضرة سريعة مع اللعيبة في أرض الملعب، اتكلم معاهم خلالها عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمباراة، وخاض الفريق فقرة بدنية شارك فيها اللعيبة. وثمن مجلس إدارة نادي الزمالك والشركة المتحدة العلاقة المتميزة بين الجانبين، وأعلنوا رفضهما أي محاولات فردية للنيل من هذه العلاقة أو المساس بها. وثمنت قنوات أون تايم سبورت الدور الرياضي الكبير لنادي الزمالك وجماهيره كأحد قطبي الكرة المصرية وإسهاماته في رفع شأن الرياضة المصرية. كما ثمن مجلس إدارة نادي الزمالك الدور الإعلامي المتميز الذي تقوم به قنوات أون تايم. المنتخب الوطني لكرة الصالات خسر أمام أنغولا بنتيجة 7-3 في المباراة اللي جمعتهم في نصف نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا في المغرب. كمان اتأهلت جانا محمود لاعبة منتخب مصر للجمباز الفني لنهائيات جهاز الحركات الأرضية في بطولة كأس العالم والمقامة حاليا في قطر، وحصدت جانا محمود على المركز السابع في التصفيات على جهاز الحركات الأرضية، وده خلال فعاليات بطولة كأس العالم للجمباز الفني في الدوحة 2024. هتشارك لاعبة منتخب مصر جانا محمود النهاردة في النهائيات مع أفضل 8 لاعبات على مستوى العالم، واللعب على إحدى الميداليات في منافسة صعبة مع بطلات العالم. كمان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أعلن تعيين جيسون ويليكوكس مدير رياضي جديد للنادي خلال الفترة اللي جاية،